Tic-tic, allez, bonjour, bonjour et bonsoir pour le soir, bon après-midi pour Sahab l'après-midi, Tahiyal Maghribiyat ou Maghriba à travers le monde. Maghriba Diel Kharij, les RME, les ressortissants marocains étrangers commencent à venir. Tallaoufium, l'année à Damre Wahed, l'amour et douze, Virgil Temera, l'Orba. Tallaoufium, Sirum Ahom, hein, chez Tallaouf le Karakero. تعطيهم السوار تعطيهم لي كابانو تعطيهم لي فواتير هما كضيقهم هنا واحد التيموانياج جاني اون فرونسي السلام عليكم خويا تيك تيك اتلانتيك جو فولي بارطاجي افيك توا سو تيموانياج كي ميت اريفي يا كلكو زاني دو سا كون مون فيس ايتي انكور ليكول بريمير دوفون نو il avait il y avait une femme avec son fils originaire des pays de l'Est l'Algérie c'est pas grave. Elle lui a dit que ne joue pas avec ces sales races marocains. À ce moment-là, mon fils devait avoir à peu près 6 ou 7 ans. Chauffe. Je crois que c'est transmis. Hein? Le relais, il est retransmis génération en génération. Depuis ce jour-là, je vois toujours cette personne avec des Marocains. Il y a des Algériens qui dissimulent leur haine envers des Marocains pour la continuité, pour... ضروره الحياه باش يبروفيتيو شويه لان المغاربه ظريفين وسخيين وتلقوا الباكيه هما راه الدوفيز كيموتوا عليه الدوفيز كيتسطاو عليه فهمتي انا اللي بغيت بغيت لابريس ديالنا الصحافه ديالنا تكون امبليكي في هذه القضيه هذه ماشي غير يوتيوبر الصحافه تكون امبليكي باسكو هما الصحافه ديالهم كلها امبليكي وكذلك بغيت لي فورماتور غير لي سبورتيف اللي كيديبلاصاو برا هما تريز انتيليجون اتونسيون انتيليجون في لا بروباغوند هما اختصاصين بروباغوند سي ان بيي دليست راك معروفين هاد القضيه سي ان بيي كومونيست لي كومونيست معروفين بلا بروباغوند زعما واحد لو بوان ما يقدرش الميريكان ما قدرتش عليهم دابا المغربي كيشدو اشو ربح شي كورس ولا كيجيبو ليه درابو الجيريا كيهزو كيفاش جاتك الجزائر كيبقى يشكر هو فرحان بلا فيكتوار ديالو كيدخلوا ليه الجيري كيبقى يشكر في الجيري هو راه فرحان l'expression dialo c'est la joie d'avoir gagné la compétition ou bien c'est bien et non on a fait un tel homme qui est bon les sentiments dialo mais je redonne le maximum à la d'or énergie parce qu'ils n'ont rien à organiser après ça ils ne vont rien organiser parce que l'un de le chef homme mais là où les abtal ils se sont tranquille bataille j'ai de sauver en bataille j'ai de sauver qui est de l'élan la phobie ou la maladie de l'élan à qui se met à حتى ديك التركيه انسحبت واحد انسحب الاناشيد الوطنيه حتى الاناشيد الوطني تو لي زيم ناسيونال مال بلاصي حنا ما كندير شوف انا قلت لكم شحال هذوك مال الالعاب المتوسط تو لي ماروكان لو ساف راه ماشي شي العاب مهمه راه شي حاجه فاكيلتاتيف راه شوخ بحال لي جو د ليتي العاب البحر العاب الصيف العاب البحر في الصيف كما كنا قلنا في التري الصغار راه ماشي هادشي العاب حتى اللي دا ميداليه هنا في العاب واحد المتوسط يعتبرها غير اونترينمون ما يعتبرهاش ان تروفي بحيث كيخرج من العاب واحد المتوسط يتلاقى مع الصحاح اما في العاب واحد المتوسط راه ما كاينش دي غون راه لا بروف ان المغرب الهضره ديال القجع صحيحه في الفوتبول اي 18 لعب مع الاسبان ومع الايطالي ومع لا فرونس ها ان با ايتي ريديكيل مع دولة من المغرب الشمال شمال المغرب شمال سميتها شمال افريقيا ربحها ماتش دونترينمون والجمهور جا ضد المغرب الجمهور ديالهم جا ضد المغرب في الماتش كونتر لا فرونس في الماتش كونتر الاسبان وفي الماتش كونتر الايطالي بو غاندي كونت تروا ماتش الجمهور تي هادو هادي هي لا ناتور ديالهم اي سون كونتر لو ماروك اي حاجه خص المغرب ما يكونش زوين ما يكونش ناجح ماشي غير في الرياضه كيطلبوا ليه الدمار هادي عقليه عاديه عندهم عاديه عندهم افتخار الى سبك وعيرك عندهم افتخار الى فهمتي هو كيعتبرها جهاد بالنسبه ليه انه المغربي ما يخليش يبان في الواجهه نقي وظريف وبخير على خير دابا كلشي مساهم في لا بروباغون صغارا وكبار نساء ورجال ولكن انا بغيت المؤثرين مع الابطال كيمشيو يشاركوا يعلمهم يهضروا شويه يعلمهم يهضروا وما يواجهوا كيفاش يواجهوا الصحافه ما يبقاش غير هنطر مشيت للصحافه على الاخر وبعد اليوتيوبر هنايا اللي كيبغيو يربحوا المشاركين
كيقول لك راه ماشي الشعب الجمهور الجزائري الشقيق يشجع ايطاليا، الجمهور كيقولها ويعاودها، وجايب زعما فلاشان باز زعما يدخل تاعك ما عندك ما تصور منهم. فاخذ الشيء لا يعطيه، عنده ما يعطيك، راه والله لا عطاك السنس ما يعطيكش، لا يعطيك والو شي ناطون غيان، حتى لو بوازون راه يعطيوك بالقياس باش يدوزو على شي مغربي. داك التحسريف وداك الدل ما عندك ما دير به، وتعرض عليه تقول لي اجي نوريك بلادنا راه زوينه، ولا اش باغي توريها لي زوينه مزيانه؟ كون ما كانت زوينه يجي ليها رونالدو، ها كون ما كانت زوينه يجيو ليها هاد الشخصيات هادو. نعاود لك ديال كون ما كانت البلاد عاد تسنى واحد من القراقيرو يقول لي تقول ليه راه بلادنا زوينه واجي تشوف البلاد، اجي تشوف شي يجي يشوف، اش غادي يجي يشوف؟ كاسكيل يا دانتيغيسون فراسك واحد القضيه راه جاب مونامي سميتو يوسف لاين، راه جاب واحد القضيه ان الجزائر، راني درتها هنا في فيسبوك، هي هادي درتها في فيسبوك جي لي مونسيوني باش نعلم المغاربه، لا تيليفزيون الجيريان لونس ان فيلم سيغ لو ماروك اي لي ماروكان كي فيو ان الجيري، سون تيتر سي لا فويت فيغ لا في، الهروب من اجل الحياه. الجزائر دارت فيلم على المغاربه الهروب من اجل الحياه، وكتصور المغاربه اللي عايشين في الجزائر، وعزلت هذاك خينا اللي ديما كيقول اخوتي 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 اخوتي، وكيجبد لنا لي برودوي وكيعطينا في لي بري، فهمتي؟ هو راه كيخدم قباص انا مش عارف سي با سي لي ماروكان جو نو بونس با. دونك كتوجد هذا الفيلم وجابت الصور لي فيديو، جابت الافلام، جابت لي فيديو لي سيكونس ديال دي فيلم من المغرب ديال السبعينات، من الاطلس من الثلج والمشاكل وداك الشيء، و اون ميم طون جابت هاد المغاربه اللي كيخدموا عندها في الجزائر اللي كيضربوا تماره وربما ما يتخلصوش، وكتقول لك الهروب من اجل الحياه. انا بالنسبه ليا الهروب من اجل الموت، اللي هرب الجزائر هرب باش يموت، هرب في اكلهم في سحر. هذا اللي يقول لك هذا نحتاج انا نوري ليه البلاد. ها هو شوف النظافه والعفافه واحترام القوانين، والمغربي مبتسم مبتهج، ابتسم انت في الدار البيضاء، ابتسم انت في مراكش، ابتسم انت في طنجه، زعبيت شيخ هذا عندهم مستوى المعيشي، الملك المستوى المعيشي. تعرفوا المغرب في التسعينات ما تعرفوا واش، اسالوا المغرب في التسعينات كيفاش كان، والمغرب تو كيفاش ولد. المغرب دوله متطوره ومتقدمه، وشعبها يعيش ببحبوحه من العيش رغم انه عندهم بعض الفقر، ولكن باختصار المغرب بلد عظيم فوق الصوره اللي الناس حطتها على البلد. البلد عائليا ممتاز ويرحبوا فيك عائلينا، بس اغلب الاماكن اللي انا كنت بروحها انا واهلي كلها اجانب. المغرب بلد مناسب جدا لأي رجل حابب ياخذ مراته ويطلعوا في رحلة استجمام في مطاعم وأماكن وفنادق، حضارة وتراث وفن وأجواء. وإن كانوا يقولوا عن أن المغرب فيها سحر، ففعلا في سحر في معاملتهم، في سحر في أكلهم، في سحر في المناظر اللي تشوفها عندهم. عارفين الراجل ده؟ هذا الرجال اللي كل واحدة بتحلم أنها تحط شعار الماركة حقته في الشنطة حقتها وتمشي تتفشخ او تتصور لنا وهي مصدره شعار الماركه حقته. مسيو ايف سان لوران، ايف سان لوران ساب باريس، ساب فرنسا بكبرى، وقال لك انا ابغى اعيش في المغرب. الرجال مسكين راح زارها بلط هناك، جاب له بيت وجاب له حديقه وعاش حياته، يجلس يصمم ويبعت على فرنسا. على كلامهم انه لما بيكون في عرض ازياء في فرنسا الحوت كتير فبيروح فرنسا، لكن الراجل اقام في المغرب وما خرج، ومات واندفن هناك. ده عملوا له زنقه باسمه، وبيته يعتبر من المعالم اللي اي شخص لازم يروحها لما يروح المغرب. عارفين الراجل ده؟ سير ريتشارد برونسون، مالك مجموعه شركات فيرجن، من اتصالات، من طيران، من مزيكا، لكل حاجه. الراجل برضه راح المغرب، الراجل ما فكر يشتري بيت، قال لا انا حشتري اوتيل بكامله عشان انزل فيه انا وحبايبي. شايفين الراجل ده معروف اظن ما يحتاج. رونالدو راح هناك قال لك بس زي ما في بوليفارد المحمديه انا ابغى اسوي بوليفارد الرونالديه. الراجل راح المغرب قال انا ما حسوي فندق، ده انا حسوي فندق ومحلات ومطاعم. فلكل مرأة بتفكر انه البلد هذه ما تنفع لعوائل او الرجال ما ينفع يروحوها، فيشجعني امي واختي وزوجتي هم اللي بيروحوا المغرب. استودعكم الله. هما طالقين علينا الدعايه لان المغرب هو تايلاند. الوغ باش نقولوا لهم سولون لينسكو
تايلاند، ليه تايلاند هي الاولى والدوزيام هي الجيري. 40 45000 نيسونس illegal، 45000 زيادة ولادة غير شرعية. فهمتي هادشي ما خصناش نقولوه، ولكن راه هما سي سونتو هما اللي كيعايروا بهادشي، هما اللي كيعايروا. خصنا الصحافة ديالنا تعطى حتى هي لي ستاتيستيك، الصحافة ديالنا الرسمية ديالنا. انا كنعرف عدة صحفيين الله يعمرها دار وكيبغيو المغرب وكلشي، ولكن كيبغيو يبقاو ناتر. هنا ما كانش الحيادية، كيدافع على بلادك، كيضرب لك بلادك، عطيه جيب ليه بحث وحط لا ديفيرونس، ها فين كاين هادشي اللي كدوي عليه، ها فين كاين، راه ما كاينش في المغرب، راه كاين عندكم الصحافه ديالنا. ودوزام كذلك دوزام دابا راه شافت ما جراو عليها من العاب البحر الابيض المتوسط، ما خلاوهاش. ايوا بقى تعرض ليا دابا على بلال وهلال وتيلان، بقى تعرض ليا على اصحاب الواي واي والغناء الساقط، بقى تعيط ليا عليهم. ما نخرجش من الموضوع، ولكن نقول لكم انا لابريس خصها دير الخدمه ديالها، دوزام خصها دير الخدمه ديالها، الاذاعه الوطنيه خصها دير الخدمه ديالها. ما عارفين احسن منا، كلشي عارف احسن منهم، ولكن يتصنتوا لينا، لان حنا هما اللي كنتفرجوا ماشي هما. هما كيجيبوا لنا برامج حنا كنتفرجوها، ما بقاوش يجيبوا لنا برامج اللي هما حنا ما كنبغيوهاش، حنا ما جاياش معانا. وثاني حاجه في لاباف ديالنا وزاره الخارجيه ديالنا طلقالي فيزا للزالجيريان كيدخلوا ويخرجوا. وراك عارف بلي لي زالجيريان مدوزين كلهم سيرفيس ميليتير، كاملين مدوزين سيرفيس ميليتير، وكاملين عندهم لا دوكترين اونتي ماروكان. واخا جا غير دوز جا بروفيتي موان شير. خاص المغرب يدير لو توريزم سيليكتيف، لو توريزم سيليكتيف ما يدخل غير ولد سيدي وبابا، فهمتي؟ سيليكتيف ماشي عنصري، مي سيليكتيف. الجيريان شنو غيخسر عندك؟ راه دار بحساب، فهمت؟ غيجي يجي يتلصق منا ومنا ويجي مع 4 دريال. راه ما كان زعما ديك الفكره اللي كتفكر في راسك انه يجيب لك، غادي يجيب لك دي كرو مونطون، وغادي يجيب لك الدوفيز بالدولارات وداك الشيء، راه ما كايناش. فو با غيفي، ان فو با غيفي، ان فو با غيفي. ماش كاين عندك تبارك الله ما شاء الله، العالم كله كيعرف مراكش، كيعرف هما راه كيجيو عندك كيمشيو يعايروك. دعاره دعاره دعاره، طيبونا في الدعاره. هما الدعاره عايشين فيها مع هاد الجيش الانكشاري. اصلا الدوله العثمانيه دخلت احتلت الجزائر على قبل السكس، بدات كتولد في تماك. راه سي نورمال، دوله بويسونت وعندها عسكر. الدوله العثمانيه كانت قوه عظمى، كانت هي الميريكان ديال اليوم، وهي خدمتها لا بيغاتري. كان عندها اكبر اسطول، وكان يصول ويجول، وخص الناس فين دوز الوقت لين ويتي وكلشي. كانوا يدخلوا خداو الجزائر وخداو ليبيا وخداو تونس وخداو الجزائر، ولدوا فيها وداروا فيها. حنا بقاو يسبونا، حنا اصلا واحد كيقول لي انت اس ان بي سون نون باتريمونيال. انا نقول لي انت بلادك كلها اس ان بي، بلادك الجيري كلها سون نون باتريمونيال، سون ايدونتيتي. وبلك روح قال لكم وزير التعليم، قال لكم راه نو سوم دي نوماد دو ليستوار، اون ا با ديدونتيتي. ولا ماجوريتي دونتر فو لي انتيليكتوال يساف كي يا با اون ايدونتيتي بريسيز. سمعتي؟ تعايرني تقول لي انا اس ان بي وانتوما لقطاء ولوم لقطاء، دو كوا فو باغلي؟ راه سي تو انتوما اللي كتبروفوكيو هاد اللونجاج ابسورد، هاد لو ريديكوليتي. فو اكسبتي داتر اوميلي، فو فولي اوميلي لي زوطخ، الوغ كو فو سافي كيل فون ريبوندو دو سات فاسون لا. كتهضر معايا هكذا نجاوبك، تقول لي انا اس ان بي، كنتو كتسميو المغاربه اس ان بي، الوغ انتوما دولتكم كلها اس ان بي. فضحتونا بالشهداء الشهداء الشهداء، واش اصاحبي الناس كتعيش البريزون لافونيغ، نتوما عايشين في الماضي. اي حاجه الماضي، شو الفيتنام شحال مات لها، شو الجابون مع الامريكان، شو الاوروب مع المانيا، زهرنا حنا طحنا في هذا. وكل لابريس ديالنا خصها تجاوبها. انا حال نشوف لك انا كاع كاين هنايا، كاين دي زيكزوم، كاين دي فام، كاين دي زوم الجيريان اللي كيديروا التيموانيج ديالهم غير ما عارفينش هما لا نيتهم، كيهضروا على نيتهم، كتبقى تهضر لك. بابا هادي بعدا المرا مسكينه، هادي خدع في الخدع وليدي، كلش تايوان لي جون ضيع الله ورا
راهي البلاد هذه؟ هذه هي الجزائر الجديده، هذه هي بلاد المسلمين، بلاد سيدي عبد الرحمن وبلاد سيدي محمد بوقبرين. ما كان والو وليدي، كلش خدع في خلع، الخدع في الخدع وليدي، كلش طايوان. لي جين ضيعوهم، مساكن عادوا يروحوا حراقه يموتوا في البحر. قال لك المهم ما يقعدوش، انا كل يعطوني نروح، ما نقدرش نقعد وليد، ضيعوني وضيعوا لي ولادي. فهمتني يا خويا؟ راجلي تلق لي دات جلبابيه بثلاث ولاد، رديت اونتربرونور. هذه بلاد باش نقعد فيها؟ ما كاش الحق باش تقعد في هذه البلاد وليدي، ما كاش حق باش تقعد في هذه البلاد. ما يشتعنا البرانيه هما اللي راهم فايده عندهم، احنا ما عندنا حتى فايده وليدي. صدقني انا نهضر لك من كل قلبي، راني محروقه، راني مغمومه، خاصه من المسؤولين الكبار، من رئيس الجمهوريه الى حق. دابا كيف نتوما بعتوا البلاد وبعتوا هذه، حنا كنديروا لي زافير ديالنا، رابحين الاخرين رابحين وحنا رابحين. اكبر عمليه ناجحه في افريقيا هي ديال المغرب اللي دارت كاع لي زوبيراسيون. دابا دوله منتجه صاحبي، البياس ديتاشي في العالم كاملين ديال المغرب طايرين. داروا لا كاروسري كومبليت ديال الايربوس. سي با فاسيل، اتونسيون المغاربه لي جيني خدامين، قراقير بوكو كنال. المغاربه بوكو خدام. الفقر والمشاكل الاجتماعيه كاينه في العالم كامل، كاينه في امريكا. الكريدي دين، كتهضروا على الكريدي فضحتونا، فيكم لا دات، فيكم لا دات، فيكم لا دات. امريكا فيها لا دات، جابون فيها لا دات، الامارات اللي لاباس عليها كلشي امارات. المغرب كلاسي 60 في لا دات، الجيري كلاسي 4. المغرب اللي مو اونديتي كل الجيري اللي كتبيع الغاز والبترول، فهمتي؟ اي حاجه تهضروا فيها على المغرب هي فيكم اكثر من نتوما 100 فوا بلوس. الفقر عندكم 100 فوا بلوس كونو. الفقر ولا عندكم خطر، ولا يا حسره على الجيري اللي كنت فيها انا. الجيري سي بلي الجيري كي يا 30 و 40 سي فيني الجيري دو تخ فوا. اوجوردي ولاد بنادم يشوف الحاجه وما يقدرش يشريها. بكري كان بنادم عنده دراهم وما يلقى ما يشري، اليوم ولا لو كونترير، ولا كلشي كاين مي لارجون ما كايناش. كاين لارجون ديال فينيزويلا، ديال ما عنده حتى قيمه. سي بور سا كو لي الجيري بريفير فينير او ماروك. انا ندير التوريزم سيليكتيف، لي زارجيري يدخلوا بفيزا كيما دايرين على المغاربه. راه ماشي اعتداء هذا او تحريض على الكراهيه، السن بالسن، فهمتي؟ الشر بالشر والبادي اظلم. درتوا فيزا نديروا فيزا، ديروا العز بلادكم، ديروا العز بلادكم. حتى تولي تلقاو هنايا لي زيسبيون، تلقاو هنايا البوليزاريو اللي كتشوفوا فيهم. بوليزاريو يقدر يدير باسبور الجيري يدخل كيما دار بالطوش، يدخل عندك هنايا. الاغلبيه راهم في فرنسا، لا 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 دي ار اس فرونس اماروك الجيريان كلهم دايرين وثائق فرنسيه دوب ناسيوناليتي. يدخل عندك هنا يتسارى، ماشي حتى تطفر، حتى يضرب لك شي عمليه، يضرب لك شي تجمع سياحي ويهرب لك كاع السياح، عاد تقول يا حسراتي ردوا بالكم. واخا رانا عارف اي سون سويفي كونترولي اي تو، ولكن هو كاميكاز، اش عندك ما تسويفي فيه؟ لكن هو كاميكاز دماغه مغسول، يقول لي من اجل الوطن وقضيه وطنيه وقضيه المجاهدين ومليون ونصف شهيد وغتبعث للجنه وكذا. ها اش غدير معاه؟ انا بالنسبه ليا يلفو بريميرمون خاص الحائط. واحد القضيه نقول لكم صراحه، كاين بعض الجنود في لي غارد فرونتيير كيبركو، كيقول لك خوا خوا، كيبركو في الحدود وكيتخلصوا من عند لي باسور، كيدوزو عباد الله 50000 فرانك الواحد، كيدوزوهم مغاربه وجزائريين كيلعبوا كارطا، كيلعبوا كارطا في الحدود ديال الزويه وبني بوسعيد وربان وبني درار واحفير وطريق الداليه وطريق الهندي وطريق كاع الطرق. نعرفهم الجنود الجزائريين والمغاربه يلعبوا كارطا، عرفتي؟ يلعبوا كارطا، حاطين لي كلاش ويلعبوا كارطا، واللي يجي دايز يتفاهموا عليه، يعطي 3 مليون، 3 مليون الجزائريين والمغاربه 50000 فرانك، ما بين 50 و 100000 فرانك. كي هما ما على بالهم والو، يقول لك راه داخل يشوف غير لا فامي. ولكن شكون قال لك داخل يشوف لا فامي؟ ها سي نورمال، يدخل 100 واحد عنده 5 مليون في الشهر يدير 150 مليون، هو ميليتار شحال راه يتخلص ويقسمو. يلفو لي كونترول، لا هما راهم يدخلهم لك اكسبري، كيتخلصوا منهم او ميم طو كيضروك. وما كاينش اللي كيدخل منا ليه، اللي كيمشي منا ليه راه ما كاينينش، كاين غير اللي يجي. اللي كيمشي من المغرب للجزائر 100% يمشي يشوف العائله ديالو، وفاة موت او عرس او شي حاجه او شي حاجه عاجله، كيدخل مسكين ما كيلقاش كيفاش كيدخل. ايه هذه كاينه، بصح اللي كيجيو من هيه ولا في الروتور ديال شي واحد يكون مشى، ايه هذه كاينه. اما بالافارقه
كاينين بعض لي غارد فرونتير اللي كيشوفوا كيشدوا الفلوس باسكو لا كوربسيون كاينه بوا كاينه بارتو ما نكروهاش فهمتي نكروهاش خاص الفيريفيكاسيون ولي غارد فرونتير يتبدلوا مي دوز سيمانه تماك سيمانه ما كاملاش طاق تبدل بدل 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 شفت واحد ما يربي لك بدا على البكيه باسكو هذا فينومين ناتوريل بنادم كيبان ليه فلوس دراهم ما غايدير والو راه هذا غادي ليسبان غادي يحرق راه غادي يحرق ربما اليوم هاد القضيه اللي وقعت ديال مليليا غادي يفيقوا حيت كيزيفطوهم بالربعه بالخمسه بالربع النهار كيزيفطيه مع العشره اربعه ديال الناس مع ال11 يزيفطيه اربعه ديال الناس مع ال12 يزيفطيه اربعه ديال الناس مع له كتجي العشيه كتزيد دير الطوطه تلقى الاعداد الافارقه اللي دازو 150 ما كيزيفطوهمش ضربه واحده داير لهم التوقيت سير حتى مع السبعه الصباح سير حتى مع التسعه سير حتى مع ال11 سير حتى مع وبقى تحسب نتايا كل دوزور يدخلوا خمسة كل دوزور يدخلوا خمسة خمسة فوا دوز عطات 60 مينيموم 60 واحد كدوز في النهار مينيموم هادي مينيموم انا قلنا هادي بوست واحد خلي لي زوطخ بوست المغرب خصو يرد البال فيزا ضرورية هذا مطلب ديال المجتمع المغربي وثانيا المغرب خصو يحيح مع اسبان مع اسبانيا اوليو اللي كانت مشات عطات 3 مليار دو دولار للسودان وغادي ياكلوها غير المسؤولين و 3 مليار غتعطيها النيجر و 3 مليار ديال الاورو اتونسيون هذيك 3 مليار تصاوبنا بها حيط امني اكيبي لي ديتيكسيون دو موفمون بلي رادار و لي درون دو سيرفيونس ديرو توت لي فرونتيير تحضرنا لي فرونتيير ديالنا الا بغات تعاون معنا تعاون لان حسن الجوار خص تعاون فهمتي ويتبنى الحيط غير بشي تا السعيديه يكمل من القويره للسعيديه وجده السعيديه يتسد ويدارو دي رومبار وسط البحر وسط البحر كاين ان سيستيم دو بروتيكسيون ديال البحر ما بين السعيديه وبورسعيد ما بين السعيديه وبورسعيد راه كيدخلوا بلي زودياك ويدخلوا بالجيتسكي وكيلوحوا الناس السوريين والافارقه ويمشيو كيلوحوهم كيركبوا لهم جيلي وكيزيفطوهم لابوي يزيفطوهم كيقول لها انت وصلت للمغرب كيلوحوهم وكان عده فيديوهات هادشي ما كنهضروش هكداك هادشي لي فيزا اوبليغاتوار بوغ لي الجيري واخا خويا تكون الجيري يدخل بالفيزا سوف الا كانت عنده دوب ناسيوناليتي مغربي الجيري والمراقبه هاد الناس غيجيكم منهم غير الشر اتونسيون اتونسيون راه دابا ايزون بيردي تو دابا راه لاهين جو ميديترانيان اليوم وقيلا اليوم لو 5 جوي نشوف لو 5 جوي غادي يديروا حفله غادي يوريو كاع ديك السلعه ديال غدا لو 5 جوي مغدي غادي بريزونتو كاع السلعه اللي شراوها من عند روسيا الاس اس 400 الاس اس 300 ها السكندر هذا زعما يخلعونا باش يخلعوا الدول فهمتي الدوله كتعتمد على الرجال ماشي على الاسلحه سمعتيني دونك هذا هو اللي كاين هذا هو الميساج اللي كندوزو للدوله الصحافه تعرف تجاوب حتى هي تكون فيها الوقاحه ديالها دوزه ما تبقاش تستقبلنا دوك الناس لانهم كيسال الاخر دليل هو بلال اللي قال لهم اش ندير بالجنسيه الجزائريه المغربيه حنا المغربيه جنسيه مغربيه سايبه الجنسيه المغربيه راه ليها 1400 سنه انت اللي عندك 60 سنه وما قابلهاش انت دابا مازال ما صوبتيش ايدونتيتي ديال بلادك دابا مدار مع الوقت مره نوميدي مره بوحوس مره قبل ادم مره قبل منها يفوت الصحافه ديالنا خصها تجاوب الرياضيين ديالنا اللي كيمشيو ليه الا كانوا فريمو كيمثلونا ماشي يشد الاعلام ديالهم هما كيهزوك الاعلام ديالك ما تدلوش راسكم والناس اللي كيعرضوا عليهم هنا ويعطيهم السوار تجيو دوزو هنا لي فاكونس فابور كيحسبوها واخا هذاك راه بروفيتاج اي برو عطي الولد بلادك عطي الولد عمك ولا نسيبك ولا خالك تشوف ما تعطيهش وتعطيه هو باش تبين زعما راه المغرب ما تبينش تا با بيزوان تا با بيزوان راه غادي يدخل هنا ويدخل يصور لك البلايص اللي خايبين وزيفتهم يدور لك القناة اللي هما ما كاينينش كاع ويقول لك هذا الشيء اللي كاين يلا فك انت معاه الله يعاونكم.